الطفولة في الجزائر لديها حقوق يعني تم إقرارها بموجب التشريعات الوطنية بما يتوافق والالتزامات الدولية، ونحن في مثابرة من أجل تجسيدها ومن أجل القضاء على مختلف يعني طرق أو ممارسات استغلال الأطفال سواء كان في العمالة أو في التسول، وهذا بالتنسيق مع العديد من القطاعات الوزارية كالعدل وكذلك العمل وأيضا الهيئة الوطنية للطفولة.